بالفعل هو مفخرة، لأنه ملي كتشوف هذا الاستقبال وكتشوف اللي حقيقة ما كناش كنتظروا الشكل ديالو، ساكنة كلها خرجت كتشجع وفرحانة. يكفي بأنه احتضننا النساء، احتضننا الشيوخ، احتضننا الأطفال. هذا هو الدور اللي كتقوم به الرياضة. حنا ما كنلعبوش على السمية ديالنا، حنا كنلعبو على اسم ديال واحد المدينة اللي كبرات على المستوى الوطني. يكفي بأنه الآن نقد نقولها لك أنا، لأنه حضرت العديد من المؤتمرات الإفريقية والعربية، ملي كتكلم على كرة اليد في المغرب كيتكلم كيقول لك وداد السمارة. إذا سوقنا الاسم بواحد الشكل اللي ما كناش كنتظروه، فريق اللي واصل الإنجازات ديالو. نتمنى بأنه هذا العمل يتواصل، ونتمنى أيضا بأنه يجي مورانا، لأنه صعيب حنا باش نبقاو نستمروا في هذه الطريقة ديال التسير. الحمد لله على مستوى البطولة ديال المنتخب، تأهل البطولة العالم، حقق عدد الميداليات الحاسية بمختلف التظاهرات القارية. كاين الحمد لله شرعيه وكاين التعاون وكاين الانجازات ديال الجامعه، ولكن ايضا التتويج ديال وداد السمارة حقا درت واحد التتويج لما استطاعت مدن كبرى بامكانيات تحققوا هذا، بفضل غير الحكامه وبفضل تظاهر كل المكونات اللي كتدبر الشان المحلي. وداد السمارة بطبيعه الشان كبير في السواق ديال السمارة، بالتالي كيفرض بالفعل هذا مشروع كبير، لانه في ظرف 6 سنوات حققنا 9 ألقاب، 5 بطولات و4 كؤوس العرش، بالاضافه الى ميداليتين نحاسيتين في عصبه الابطال الافريقيه، عصبه الابطال الافريقيه اللي كتلي فيها انديه عملاقه على مستوى القاري الافريقي. ما يثلث في الصدر بانه هناك 8 لاعبين من فئه الصغر من ابناء الاقليم اللي ولات المكانه ديالهم. كاين واحد العمل الحمد لله حنا اللي كنشتغلوا فيه في مجال الرياضه كتدعم مجموعه من الامور الخاصه بالتربيه، الخاصه بمحاربه الانحراف، الخاصه ايضا بتسويق المدينه. كاين مدن اللي كيديروا لي مونوغرافي وكيديروا الديبليون وكيديروا باش انه وما داروش. حنا بفضل الفريق صغير متواضع امكانيات ديالو سوقنا الاسم ديال السمارة، ولات حاضر على مستوى المحافل العربيه ولا الافريقيه ولا ايضا الوطنيه. وهذا هو الحمد لله اللي خلانا باننا نكونوا مرتاحين للعمل رغم الصعوبات ورغم قله الامكانيات، لان امكانيات جد متواضعه. يكفي بانه سنتين ما حصلنا حتى شي دعم من طرف المجالس المنتخبه، ومع ذلك فريق كيلعب على الالقاب. طبعا حال السيد الرئيس، هناك بعض المدن والنوادي اللي عندها مدارس لتكوين المجال هذا الرياضي، باش ما تفكروش على انه يكون بالفعل هو كاين مدرسه، ولكن غير الاليات خاصها تتحسن بزاف. وان شاء الله راه خدينا وعود باش نحطوا واحد الاكاديميه كبيره هنا ديال كره اليد، باش تكون انه كره اليد هي الخزان. دابا الحمد لله الرياضه في الاقاليم الصحراويه السمار ولات معروفه بكره اليد، خاصنا نستثمروه هذا المكسب نطوروه اكثر. المساله ما تلاش مساله في الالقاب، المساله ايضا في تاطير شريحه واسعه من الشباب، ولكن الحمد لله هذا الاستقبال الشباب غادي يشوف بانه النتائج كتجي. اذا كله غادي يلتف باش انه يتشجع باش يجي يمارس كره اليد اللي ولات الحمد لله كتحقق مجموعه من الاهداف لا الرياضيه ولا السياسيه ولا ايضا الاجتماعيه. كنثمنوا عاليا باسمنا وباسم المواطنين
هذا الإنجاز الكبير والكبير جدا لوداد السمارة، اللقب الخامس ديال وداد السمارة. هذا شيء أساسي مهم، وبغيت نأكد لكم من خلال المنابر الإعلامية على أننا إن شاء الله وسندرج وداد السمارة ضمن مشاريعنا التنموية إن شاء الله في المراحل القادمة بحول الله. هذا مشروع كبير كبير جدا يلامس شباب الإقليم، شباب الأقاليم الجنوبية كذلك يدافع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية. هذا مشروع كبير، لا بد له من الدعم، لا بد له من المساندة. احنا من خارقين في هذا المشروع الكبير والكبير واللي عنده أهمية قصوى. نتمنى التوفيق والنجاح دائما وداد السمارة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.